ميت خبران سلافاسيات وخصان ذا كان ذي كمل هنا خصان الحال ذي ثمي وين وقفان تمور ثلاث غاد قمالو ذات لماس تمور ثندي تراجو السن الجمعة ذي كمل وفورقي أكن ذي غان إدنان وفورقي ذي لي ذي سيدي بالعباس وهران معسكر غيليزان لكو ذي مستغانم ذي شلف ذي عين دفلا ذي بازا لكو ذي الزير ثمانات بومرداس وان خصوراقين الحال ذي ذوم لما ذاز كان السفت فجري ثكن ذا غان يتخبران سلافس نلح على تيناو ذا كان ذي لي أغفور غير ذي يلون أولا سو فرولي مشمع لدغا ذي وهران مستغنم سيدي بن عباس كذا تيارت ذو غفينس لكو ذي سمسيل تغيليزان شلف عين دفلا لكو ذي المديا مكاد النت ولي ذا كان ذي ثمناضين ومالو على ذي لي وانشتاقي وتراجو ذي وثو فور زال 30 مليمتران وذوين ردي ريلين ألما ذا زكا نصبح ذوك سنتال النيران ثان الماث بن سبتي ياسميني قسعان 15 نيس قوسن ذي العمري السن ذي ميث غاف ذي ثوناثين ثي موفيرين ذي ثمان القلا ذي الطرف مشا أوفنتي ذي غالان لمن الساقي يغالان انتغمس ذي ذاتي ديران وثقشيش ثاقي ثرو حسن اس نحداش اشتن براقي ذيين لا نغسن ذي ظلي امي لا امي دي فاغ ذي ثلا امي دفاغ ذي ثسناوي ثن المثاقي ماشي ثورا وفانتيد محمد بن كمخ هذيك هي فرحتي ونشكر الأمن ونشكر من تساهم معنا كل كبير وصغير نساء ورجال الحمد لله يا ربي كي تلقيت الطفله تهنى باباها تهنى الحي تهنى الناس كل والحمد لله كي تلقيت حيه والحمد لله يا ربي يعني ويرجع الشكر للامن الحمد لله يعني وصلت لها بخير وبعد يعني كما يقول لك الاولياء تاعهم كانوا في وضعيه لا يحسدون عليها الحمد لله يعني رجعت لمجريها الطبيعيه ورجعت هي لاهلها وذويها 11/9/2018 على الساعة الخامسة مساء تلقت مصالحنا بها مديرة القلعة بلاغ باختفاء قاصر تبلغ من العمر 15 سنة تكثيف التحريات نتاعنا وتوسيع نتاعها وتدقيق وباستغلال جميع الوسائل التكنولوجية الحديثة في التحقيق تمكنها في ظرف وجيز جدا من استرجاع الطفل للقصر بعد تحديد المكان نتاعها اللي كانت متواجدة بمدينة تبسة في مكان عمومي أين تم التنسيق مع المصالح تاع امن ولايه تبسة بعد الحصول على الاذن بالتمديد اختصاص من النيابه توجهنا واسترجعنا القصر الحمد لله راهي فيه صحه جيده فريد غنا وطن ويس 43 يشدان يرف قايث لكذو يزدون جيجل ذا فريد قسعان روي ذوه ثوثي يسوطا سيمي يغزا مكاد نتولي مي قسعا يس يخن لدغادي ثمان العوانا ذا يني قجاني مضبرا نتغيوان تدس فقنان أس حيس فنذل غيظا سن غفا نشتقي أيمن عبد الرحيم عندو لي زانومالي في اريوت ناسيونال قاعد نتفرجوا فيك باش عاود بتيت ريباراسيون هادي تاع عيط لك نجيبك هنا سير بلاس اون طاكو ديريكت دو ويلا باش نخدمها تقول لي نديرو في لي بريباراسيون ما كان اوكين بريباراسيون ما تفوتوا عليها صباح الشيء ما تشوفوش فيها مذقو حريش لما نذو ثدوني فرذان غالن ان تغمس تجاردن ذي ثليين اربعة ار عشرة غوشت ذيين لان ذي دور ثقي قزرين امي اوفان ثلتميان فخخان فرذان وذين ايدي صدران نزل ناشرين المثالك ذو جراح ان ثلتميا وخمسة واربعين النظن وعلى حسب ان ولغو دو سفاق في مهلان غالن ان تغمس تنان ذاكين يمضني فخخناقي يولين من قرنثان غار دور ثي عدن وانشتاقي سوزل 27 نيفا خيخاني ديلان وغيلان سوجراح ناشرين لكو تمثال تمتانت ثلاثة النظام وسباثة مقران تذم ذان سوذم أي جذان وسوزال من 97 تيشيرت غاف ميا إيمي ثوغوت ديكسن أورت قدر نرى لقوانين أو بوفريد ذو سدو القم كان ذو حريشاقين لمن مية سلوين لمن نويزدون مستغنم سن نيافا محمد علي وات إلمن دنو كذين سغفين غانن هاي موضي جردن ذي ثوزين تليث ونفذو عمي غلن لمن وفند ذاكن ولين إيه ماضب ويذ يتوين لسلحات ملالن لكذ ويذ إخدمن ذي خزافين ينولن أي لقم ذنن ويذ ويذ يتوطفن وفنتن غار ذاغن وفند وفنند ذاغن إغلن لمن ذاكن لان وزن ثلاثة في
شهر 66 غف 100 سويس ولين من قرني ثغالي سوغسن إعدن ومذنقية ثناد الزاث الشرعي وكانت تحزفن غافيال ثغوسة إخذمن. من خلال هذا تحليل هذه المعطيات بأن في سنة 2018 تم تسجيل نسبة معتبرة في مكافحة جرائم حمل الأسلحة البيضاء أو الأسلحة الشرعية، فقد تزاد العدد بحوالي 3.66% سنة 2018. كما تم مرافقة هذه الإجراءات بإجراءات تكميلية، من بين هذه الإجراءات التكميلية هي محاربة ظاهرة الحظائر العشوائية، ومن خلال الحصيلة المقدمة فهذه السنة تم إنجاز حوالي 141 إجراء قضائي في حق الحظائر العشوائية، والحمد لله على مستوى ولاية مستغانم بالمقارنة مع بعض الولايات فهي ظاهرة متحكم فيها من خلال التشكيل الأمني الموضوع.